هل تعلم أن سورة البقرة تجعل البيت مطمئنا وتطرد الشياطين منه؟ وأن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة شبه في الحديث بأنه كالقبر، حتى يكون البيت مطمئنا سعيدا اقرأ سورة البقرة في كل أسبوع مرة، في كل أسبوعين مرة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان.